السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعد صباحكم يا شباب، ويسعد مساكم وين ما كنتوا، وين ما رحتوا، وين ما جيتوا. والله يا جماعة الخير، وائل كفوري مش شرط انه بغني يعني دمار، يعني انا مش عارف ليش اعتبرتوني متدمر. بحب اسمع لوائل كفوري يعني، ف مش دمار عاد الاغنية، مش دمار يعني، بس انه يعني ليش هيك اعتبرتوني مش عارف. على كل حال كل شيء مقبول منكم، ما في مشكلة. احنا نفتحها اذاعة احسن ونصير نعطي لمن يطلبه المشاهدون على البث المباشر، وشو رايك؟ ايوه في شرطة. لا بس الشرطة مسكرة الهاي. طيب تحياتي لكم جميعا يا جماعة الخير، وان شاء الله يكون سبتكم وعطلتكم مرت. وما فيش اغنية صراحة تبعت ايش الاغنية اللي بتحكي عن الخميس، هلا بالخميس. فيش هلا بالسبت، والله احنا عندنا المفروض هلا بالسبت، لانه السبت عطلة عندنا والاحد عطلة، يعني الويكند تبعني هابي ويكند يا شباب. بدنا اجنبي، والله حلوة هاي اللي ناقص، بدنا اجنبي. ماشي ان شاء الله المرة الجاية بحط لك اجنبي، حط لك ديسباسيتو ولا يهمك. استنى خلينا نشوف الشباب. اسراء يسعد صباحك، انت اللي منورة والله. وعلاء تحياتي صديقي، وانا مشرفني اكون واحد فرد يعني اخ لكم بالعيله لاي واحد. احمد بداح، اللهم صل على سيدنا محمد. معين، صباح العسل يا صديقي، صباح الخير من القلب والى القلب. ومحمد الحجاوي بيحكي مالك ابو سم دمر احمد. لا حول ولا قوه، لازم تدمر عرض اخت الواحد يعني. طيب بليز كان يو، استنى شوي خليني اركز بس عشان انا سايق على فري واي. كان يو بليز انسر ماي كويشن اي سند تو يو ان ذا مسج. شوف جماعه الخير، في شغله انا والله بتعرفوا يعني، انا بحترم كل الاشخاص اللي بيراسلوني وبتحملوني، وبنفس الوقت يعني بحييهم جميعا كلهم يعني. بنفس الوقت يعني بصبروا علي، ولما بجاوبهم متاخر يعني بتقبلوها بكل صدر رحب. مين اللي بجلطني يعني؟ ما واحد بيجي يبعث لك رساله، وممكن يا عمي انا والله بفتح الرساله، مش اني بفتحهاش، ممكن اني افتحها، وممكن اني افتحها من دون ما انك تشوف اني انا فتحتها. اذا بدك تحكي لي كيف، ما هو بيجيني على النوتيفيكيشن انه فلان بعت رساله، بنزل النوتيفيكيشن لتحت وبقدر اوسعها شوي عشان اشوف شو هي الرساله كويس. لكن في بعض الرسائل يا جماعه الخير انا لا يعني بكونش في يعني في اللحظه المناسبه اني ارد بنفس اللحظه،
فما حدش يزعل يعني اذا شفت رسالتك يعني قراتها وما رجعتش رديت عليك، مش اني انا طنشتك ولا اني انا ما عندي جواب. عندي جواب بحكي لك، ما عندي جواب والله اسف. يعني واحد مره ديك بعث لنا بيسالني بحكي لي، ولا واحده بعثت لنا بتحكي لنا تحكي لي على كندا، قلت لها والله كندا مش تخصصي. حتى واحد سالني مش عارف على انه نوع فيزا، قلت له والله هذا انا ما بعرفش. فانا لا ادعي انني املك معرفه كل شيء يا جماعه الخير. الانسان كل واحد بتعلم كل يوم بتعلم شيء جديد، وبنستفيد من بعض، بنستفيد من تجارب الاخرين، وبنستفيد من القصص اللي هون واللي هناك. فاللي بعرفه بقدم لكم اياه، وان شاء الله بهدف الفائده. اللي بقول لكم يعني ما بحكيش عن شيء بعرفه وانا ما يعني بعرفوش، شفت كيف بحكي لك؟ لا والله انا يعني ما بعرف اسال محامي، رغم انه يعني المحامين مش كل شيء ترى يعني فنانين. المحامين اغلبيتهم من جماعه الخير، مش عارف يعني، مع احترامي للمحامين، بس هاي المهنه يعني حسابها يعني الشخص اذا ما بخاف ربنا حسابهم عند ربنا عسير. لانه احكي لكم ليش. هلا لما انا اكون محامي بيجيني واحد بدي ادافع عنه، فهو يحتمل يا اما انه يكون هو صادق 100% يا اما انه هو كذاب 100%. شفتوا كيف؟ طبعا وبناء على الادله والهاي، اذا انا اكتشفت، شوفوا، اذا اكتشفت انه هو كذاب، اذا اكتشفت انه هو كذاب، طيب ورفضت ان ادافع عنه، طيب وبعدين كل واحد يجي عندي اكتشف انه هو ظالم وبديش ادافع عنه، كيف بدي اشتغل انا محامي؟ مش راح تزبط العملية، وبالتالي بدي اضطر اني امشي مع التيار وادافع عن الظالم واللي مش ظالم. فهاي معلش هاي وجهة نظري انا اختص فيها، ما حدش يعني يلومني عليها. الحمد لله ما احتاجنا لا محامين ولا اضطرينا نتعامل مع محامين الا بس بشغلة الهجرة يعني. وزي ما حكينا لكم المحامين كل واحد له تخصصه الخاص فيه حسب القضية وحسب الحالة يعني اللي بنحط فيها الواحد. نحكي شوي عن الحياة في أمريكا جماعة الخير. طبعا كل الأشخاص بتشوف أمريكا جماعة الخير من منظور من كان في الأول منظور الأفلام، ماشي، هسه صار من منظور إيش؟ من منظور السوشيال ميديا. بدخل على السوشيال ميديا بشوف، المشكلة انهم لا يطرحون كل السيئات، الحسنات والسيئات مع بعض. هلا ما بنحكي لكم انه احنا عايشين هنا في الجنة، ولا بحكي لكم انه هنا البلد يعني سيء، لا بالعكس، انا بالنسبة لي البلد بقدرش استغنى يعني عن شغلي هون، ولا راح الاقي احسن من هون يعني. مش كمان بس يعني كأمريكا، كولاية يعني، كولاية كاليفورنيا. يعني واحد يجي يحكي لي مثلا روح، ليش ما بتروح لشيكاغو ولا تروح على هاي، بحكي له والله أنا مش راح أطلع فلوس في شيكاغو زي ما بطلع في كاليفورنيا. وبالإضافة إلى أنا زلم بحبش الثلج، بحب أستمتع في الثلج يعني، تروح هيك تشم هوا، تشوف الثلج يوم كيف، تنبسط لك شوي وخلاص انتهينا. اما انك تعيش في جو ثلج ايام وشهور وحياتك تكون هون، عندهم الحياة بالثلج جماعة الخير غير شكل. يعني حتى السيارات لما بتيجي المية اللي في السيارات، بقول مية القزاز، مية لما بتيجي بتنزل مساحات مية خاصة، ما بحطوش اي سوائل، لان هاي السوائل اذا مع الثلج اتجمدت يعني السيارة صابتها جلطة، بطلت تشتغل. تشتغل ايش؟ زي بني ادم، بني ادم هو كيف بتصير فيه الجلطة؟ الكوليسترول بيزيد، بيترسب على الجدار الأوعية الدموية، بصير يتراكم 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 لغاية لما يسوي انسداد في الشرايين، وبالتالي الواحد بينجلط. فلما واحدة مثلا بتزعل جوزها، أو مثلا واحد كثير هيك انحرق دمه مثلا على لعبة شدة، بتعرفوا احنا احيانا بنحرق دمنا على اشياء تافهة، فبتلاقي الكوليسترول جات تجمع في المنطقة هذيك، وفي الاخير بتلاقيها صار معها اعراض اللي هو الجلطة. طيب هسه لو نيجي نحكي عن
انت كعائله. يعني انا لاحظت في شغله يا جماعه الخير كثير بشوفها، بلاحظ انه الزوج بحب انه، او الزوجه بتحب انه زوجها يروح على امريكا في الاول، او انها هي اصلا كلها على بعضها. وبعرف يعني اكثر من شخص انها الزوجه بدهاش امريكا نهائيا. فطبعا انا عارف شو السبب، انهم هم ماخذين فكره سيئه عن امريكا. هم النسوان مفكرات انها امريكا بيت دعاره، بيفكروا انه امريكا النسوان مرميات بالشوارع هون على اليمين وعلى الشمال، شفتوا كيف، والانحطاط على يعني على اوسع مدى، وعدم السيطرة على الأولاد برضو لأوسع مدى. يعني هم هيك بيفكروا بيعتقدوا، وبنفس الوقت التعلق في العائلة والأهل هذا الإشي اللي بقتله بذبحه. شفت كيف؟ يعني في ناس بقول لك أنا مش مستعد أتغرب حتى على السعودية، فبتضلها في بلدها قريبة وأنا عند أمها. وفي أكثر من واحد يحكوا لي حتى مجرد التسجيل للقرعة الزوجة مش راضية تتصور، مش راضية تتصور عشان يضيفها على القرعة. ما هو أصلا هو لو إنه القانون بيسمح له كان قدم من دونك ولا بده إياكي، بس المشكلة إنه لازم يحط صورتك عاد. شو بدنا نسوي عاد؟ لازم نشوف النظوة يعني صورتك وهي بتلعلع. جماعة الخير والله الموضوع سهل وبسيط. هاي الشغلة إذا أنتوا يعني، أنا لما عملت المغامرة هاي كان عندي ولدين كويس، فاللي لساتهم عرسان جداد يعني يا أخي غامروا، الحياة مغامرة. يعني الحياة لازم تخرج عن نطاق الملل. يعني أنتوا تجوزتوا عايشين ما شاء الله شهر عسل، ومدى الشهر شهرين وثلاث وسنة، طيب وبعدين بصير الروتين الحياة القاتل اللي بصير إنها هو بروح على الشغل، وإذا هي بتشتغل هي بتروح على الشغل، برجعوا تعبانين هلكانين بوصوا على أكل من برا، وبعدين بقضوا هالليلة يا بحطوا لهم فيلم يا إما إنهم بقعدوا يرجلوا الجوز. شفتوا كيف؟ ويتكرر السيناريو يوميا. طيب وبعدين، طيب كيف بدنا نتطور في حياتنا؟ كيف بدنا نبني مستقبلنا؟ كيف بدنا تتحركوا؟ مش يعني القاعدة جنب الأهل مش راح تفيد. يعني الواحد فيكم صار عمره 21 و22 سنة جنب الأهل، هسه صاروا حلوين كثير. يعني مثلا الأهل، واحد ما بيحكي لك انقطع عن أهلك، بس بيحكي لك بنفس الوقت هم أهلك سعوا واشتغلوا إلك لغاية لما وصلت للمرحلة هاي، هسه دورك أنت تسعى، ونفس الوقت بدك تساعد أهلك أكيد، يعني تقدر تساعدهم. لكن إذا أنت في أول الطريق يا أخي مش مطلوب، إذا بدك تساعدهم هذا الحكي بيرجع لك. يعني لكن أنا يعني أنا مع الناس نشوف من الأشياء اللي بتمر مع الواحد إنه، وهاي بتصير مع الكل، بكونوا مثلا الأهل صرفوا يعني دم قلبهم على البنت وعلى الشاب، ابنهم أو بنتهم، على أساس يعلموهم ويربوهم ويكبروهم. هل هذا الحكي واجب على الأهل ولا مش واجب؟ طبعا هذا واجب. يعني أنا بحب ابني يكون أحسن واحد في الدنيا، وبالتالي بس أصرف عليه ما بحس بأي تأنيب ضغير. هل بالمقابل ابني مطالب في أنه يسدد لي اللي أنا أعطيته إياه؟ طبعا لا، هاي بتصير اسمها لئامة. لكن هو كنوع من رد الجميل أنه بيساعد اللي بيساعد فيه. أما في ناس أقسم بالله استغلال ما بعده استغلال. يعني لما يجي يحكي لك مثلا البنت بتشتغل وبتجيب لنا مصاري، انا بديش اتجوزها هسه، بتصير البنت والله اخذت قرض وبدها تظبط لنا الدار ونبني وابصر ايش والحكي هذا، مستعد انت تسدد القرض عنها، خذها محمل عليك. فقلبت الشغله متاجره يعني، شفت كيف؟ فالبنت والشاب لما الاهل بربوهم بكبروهم مطلوب منهم انهم هم يجتهدوا ويعملوا صح. هلا في اول حياتكم ما بتقدروا تساعدوا اهليكم، المفروض انه اهليكم يعذروكم. انا بعرف ناس كثير ما بتصدق اولادها تطلع تتغرب، وتقول لك اوه فتحت هسه باب يعني القدر علينا، ليله القدر فتحت علينا والفرج فتح علينا. بعرف واحد يعني راح مسخم وراح مشرد وراح ماكل زفت، والناس بتفكروا انه مليونير، شفتوا كيف؟ وعنده خوات كثير
وما اشطر الواحد فيهم بس ترفع تليفون يا اخوي والله محتاج تليفون ايفون تقدر تبعت لي واحد؟ اه يا اختي ببعث لك واحد ما في مشكله. وهو الواحد لما بعرض العرطه وبصدقها لازم انه يضل ماشي في الكذبه، شفتوا كيف؟ فشو الايفون ولا شيء 700 800 دولار ولا 1000 دولار يعني عادي ولا شيء، هو بروح بشحدهن وبيشتغل ثلاث شغلات عشان يطلعهن عشان بس يثبت كلمه انه هو يعني معاه مصاري. فلا الواحد بيطلع بيشتغل بتغرب صح، بيشتغل بتعب باولها مش ضروري يساعد اهله، بيشرح الوضع لهم بس يتحسن الوضع بصير. انا من الناس اللي كنت في الاول ما يعني ما فيش مصاري، لما رحت على السعوديه رحت كنت هيك يعني منشرح على الحياه، نزلت سياره عن طريق الشركه بالقسط 35,000 ريال واخذنا مش عارف قديش، المهم كان صف علي اول ما بلشت بعد شهر يعني حوالي 60-70 ألف ريال بس هذولا بخصمهم من الراتب يعني. ف وبعدين لما يجي الاهل يطلبوا 2000 و3000 و4000 الكسره بتحس حالك انك بتشتغل وبتحرث وحارم حالك من كل الاشياء عشان غيرك يعني يتنعم باموالك. لا يا حبيبي اشتغل وانبسط وتعلم، قصدي يعني متع حالك ولا تحرم حالك من اي شيء، لانك اذا حرمت حالك وانت عمرك بالعشرينات وبالثلاثينات بكره بتصير بالخمسينات وبالستينات، اولادك هذول اللي انت درستهم مش يعني بتتوقعش منهم شيء. يعني اذا انت فعليا احسنت تربيتهم وطلعوا ناس مبدعين هم لحالهم بيجوا بعطوك بقول لك تفضل يابا. اما اذا انت يعني بدك تحمل سماهم الجميله والله يطقعوا لك بالشلوت، شفت كيف؟ انا من الناس انه الحمد لله يعني كنت مقطوع كان الحال الحمد لله يرثى له. عشان احكي لكم يا جماعه انا من الناس اللي اشتغلت بنجار، عارفين نجاره الخشب؟ كنت احمل نجاره خشب مع سيدي اللي هو مش ابوي كمان مع سيدي ونوديها على مناجل على مزارع الجاج. فالواحد يعني اندعك في حياته صح وعرف شو معنى القرش. اشتغلت بالشهر كنت اخذ في مصنع في عطلة كنت في الصف العاشر بجوز في مصنع بتعرفوا صحارات الخشب هذول اللي بحطوا فيهن الفواكه، كنا نجمع صحارات الخشب 75 دينار بشهر كامل، شغل من الساعة 8 لغاية الساعة 4:30. الحكي زمان يعني بتحكوا عن أكثر من 20 سنة تقريبا، بس 75 دينار بعد شغل شهر والله حسيتهن انهن يعني 75,000، شفت كيف؟ وعلى فكرة اشتغلت انه اخذهن ابوي الله يرحمه وعادي. فيعني فالواحد قدم اليوم بتلاقي بكرة، لما انت تقدم لاولادك بشكل صحيح هم اولادك بيجوا لحالهم بكرة بيفيدوك. هاي بالنسبة ل الأولاد. فبأمريكا هون موضوع السيطرة على الأولاد يا جماعة الخير بإيدك، أنت بتسوي بتربيهم بإيدك صح أو أنت ما يعني شوفوا بالمراحل الأولى في الحياة، خلينا نحكي أول 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 و14 لغاية 13 سنة أو 14 سنة، هذا السن اللي هو سن المراهقة أو خلينا نحكي الصف السابع والثامن. أنا لأنه ابني الكبير بالصف السابع في الصف الثامن السابع والله ما أنا عارف أقسم بالله دخلنا بطلت أعرف ابني في أي صف. لا ابني هسه بالصف الثامن والثاني يزيد بالصف السابع. المدرسة أصلا فيش فيها غير صفين. هلا المدارس هنا في أمريكا يا جماعة الخير في مدارس فيها من الصف الأول للصف الثانوي، شفتوا كيف؟ وفي مدارس فيها بسموها إليمنتري سكول، في مدارس جونيور هاي جونيور اللي هو الصف السابع والثامن، وفي مدارس بيجي فيها من الصف السابع ل اللي هو الهاي سكول، والهاي سكول على الاغلب اغلبيتهم منفصله يعني تاسع وعاشر واول ثانوي واللي هو الهاي سكول يعني 4 سنين. ف مفرقينهم عن بعض. هسا الاليمنتري سكول او الابتدائيه المدارس الابتدائيه مدارس يعني رائعه وما في اي خوف وما في يعني حتى احنا في بلادنا اصلا مدارسنا الابتدائي صاروا يحطوا الاولاد والبنات مع بعض، فيعني ما فيش فيها هالفرق الشاسع، بالعكس التعليم عندهم هنا متعه يعني انت بس تدخل على الصف
تستمتع في جمال الصف، رغم انهم يعني بناياتهم مش زي بناياتنا احنا الفخمه. شفت كيف بالجونيور سكول هسه هون بتبلش بدايه مرحله المراهقه عند الاطفال، فبتبلش تبرز معالم اجسامهم. شفت كيف ببلشوا انهم يعني ينتبهوا اكثر للبسهم، بينتبهوا. فمجرد ما الشاب الولد يعني الذكر بلش ينتبه يلبس صح ويهتم بشعراته والحكي هاي، عرفوا انه بلش يلعب بذيله كويس. هسا البنت كمان نفس الاشي، مش انها بتلعب بذيلها بس يعني انها بتحب تلفت الانتباه، خصوصا اذا بلشت تلبس. انا ما عنديش بنات بهذا العمر لسه يعني، فعشان هيك بقدرش احكي لكم 100%. هاي المرحلة هي المرحلة الخطيرة، انه المفروض انه الاهل يتابعوا بالضبط في هاي المرحلة الاولاد والبنات بالجونيور سكول. المشكلة هسا وين بتصير؟ بتصير في الهاي سكول. هاي سكول ببلشوا ينفتحوا اكثر، وببلش في مشاركات برا نطاق المدرسة اكثر، والصحبة اكثر. شفتوا كيف؟ وبصير قصة البوي فريند والجيرل فريند والحكي هذا. هلأ المشكلة انه احنا الان صرنا في عالم مفتوح على التكنولوجيا بطريقة صعب ان نسيطر عليها. يعني الولد معاه تليفون او معاه تابلت، بده يفتح وين؟ على اليوتيوب، بده يفتح على هاي. يعني يا اما انك بتفصل النت نهائيا وبتفصلهم عن العالم وعن الواقع وعن هيك صارت حياتنا يعني. بس موضوع السيطرة هاي طبعا بتعرفش انت، يعني مش قاعد معهم 24 ساعة عشان تشوف على ايش بيحضروا. فبرضه هم يعني انا اولادي بكتشف احيانا بيعرفوا شغلات يعني بتفاجئ انهم بيعرفوها، احنا لما كنا في اعمارهم ما كناش نعرفها يعني. فالاولاد يا جماعه الخير انه الواحد ينتبه عليهم لما وصلوا للمرحله هاي كويس. هلا في ناس بياخذوها من قصرها، بس يوصل الواحد بالصف مثلا التاسع او العاشر بيسحبوا حالهم بروح بيرجعوا على البلاد كويس، بقضوا الخمس سنين اللي بعديها اللي هو لغايه لما خلص التوجيه في البلاد. وها طبعا راح تكون صعبه جدا 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 على الطفل اللي بينزل في هذا العمر، لانه هو تعود على الدراسه بالانجليزي، فلما يجي ينزل على البلاد بده يدرس بالانجليزي او بده يدرس ينخرط في المدارس الحكوميه اللي في بلادنا، وبالتالي هيك انت دمرت مستقبله. لانه يعني تخيل انت هسا تيجي على واحد عندنا بالصف السابع بالأردن مثلا وتحكي له هسا بدك تدرس كل إشي بالإنجليزي، الأحياء والكيمياء والفيزياء والهاي كل إشي بدك بالإنجليزي. فنفس الإشي بصير لما تأخذ ابنك اللي دارس كل إشي بالإنجليزي هون، تيجي تأخذه فجأة وتوديه على بلدك العربي وتقول له يلا بدك تدخل هسا على مدرسة تدرس عربي، بدك تعتبر إنها أول سنة راح يقضيها لغة بس عشان يفهم لغة. هو بجوز بكون بيحكي، يعني أنا زي أولادي بيحكوا عربي كويس، لكن عملية الكتابة مش راح تكون والقراءة مش راح تكون نفس السرعة ونفس الاستيعاب اللي استوعبوه في الإنجليزي كويس. فكل واحد طبعا، إذا أنا حكيت لكم من قبل، إذا الأب والأم بيشتغلوا احكوا على العيلة طبعا. يا رحمن يا رحيم، موضوع السيطرة هذا يا جماعة الخير مهم جدا جدا عشان الاولاد يعني ما يفلتوش منكم. اما اذا انتم اثنين بتشتغلوا خلاص انسى الموضوع معناته، لانه أو اذا في تنسيق يعني، بس مش عارف مش متوقع انا كيف التنسيق راح يكون، لانه هون اي واحد وواحدة بيشتغلوا مش راح يشتغلوا اقل من 8 ساعات باليوم. فاذا هو اشتغل 8 ساعات وبعدين هي اشتغلت بعديه ب 8 ساعات، هي 16 ساعه كويس. فاذا هو كمان خلص شغل وهي راحت على الشغل، فهو بده يروح اكيد بحط راسه وينام، مش راح يضل قاعد الثمان ساعات اللي هي بتكون فيها بالشغل. يعني الموضوع شوي هيك مشبك هيك ومعقد يعني. بس انا صراحة من مؤيدين انها المرأة ما تشتغل، مش لاني انا اظلم المرأة، لا اقول لك بلاش. انا يا سيدي من مؤيدين انه الزلمة ما يشتغل، يقعد في الدار يدير باله على الاولاد الصغار، والمرأة خليها هي تشتغل وتحرث، ما في اي مشكلة. إذا هي بتتحمل إنها تحرث وتشتغل، بس ما تيجي في الأخير تيجي تحكي تحمل أخت الزلمة الجميلة إنه هي اللي بتشتغل وهي اللي بتصرف على الدار. وهذا اللي بنسمعه، هذا اللي بصير، اللي بصير إنه أوكي أنا بديش أشتغل. على فكرة في عندي ممرضات بيشتغلن جيزانهم قاعدين في الدار، بيجوا عنا على المستشفى لما بيداوموا بقعد يحكوا على جيزانهم
يعني انه انا اللي بشتغل وانا اللي بدخل مصاري وانا جوزي ما بيشتغل وشو الحكي هذا. فالبيت او العائلة بتحتاج لواحد يكون قاعد فيه. فانتم يعني بنظركم يعني انو افضل، انه الزلمة اللي يقعد يدير باله على الاولاد، وانه انا متأكد انه مش راح يدير باله يعني غير يظل تطصهم كتلة على الطالع وعلى النازل، ولا انه امهم اللي يعني هي اللي ربتهم كبرتهم ودرستهم وعلمتهم هي الابدأ انها تكون معهم؟ فانا بتوقع انه هاي بتسوى موال الدنيا كلها، ولا بتسوى ولا اشي يعني. انا بالنسبة لي بتكون تسألوني يعني انا زلمة بشتغل، مرتي بتحاول انها بدها تشتغل يعني، وراح اخليها تجرب عشان تشوف ان اللي انا بحكيه صح ولا مش صح يعني. واذا بتكون تسألوني عن الاولاد، في جابت اختها من الاردن عشان نعمل هالتجربة، وراح نطلع لكم بالنتائج ان شاء الله عشان نحكي لكم ما هي النتائج المترتبة على هذا الحكي. هلأ في ناس بيجوا معاهم اولادهم كبار شوي من هناك، هذول شوي ممكن يكون الوضع خطر عليهم اذا كانت تربيتهم اصلا مش قوية يعني. لانهم بيجوا هنا بنخرط يا جماعة الخير، مش بس الاولاد، تعرف انه في نسوان تيجي محجبة وبتيجي ما شاء الله عليها يعني حافظة اكم من جزء من القرآن، وسبحان الله بس تيجي هون بيركبها ابليس ابن الابليس، وبتبطل تلبس حجاب وبتبطل تصلي، وبتصير انو تطلع يعني تطلع وتروح وتيجي، ولا بدها حسيب ولا بدها رقيب. حتى لو انها متجوزة، اذا جوزها بقولها وين رايح بتقول انت ملكاش دخل. نعم 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 يا جماعة الخير، انها المرأة تقول انت ملكاش دخل، بالضبط زي ما الزلمة لما يجي يطلع بيحكي لمرته انت ملكيش دخل، مش بدون مساواة. هذه هي المساواة اللي فاهمينها العرب، اللي فاهمينها الناس، انه مش بدون مساواة، انا بدي اطلع زي ما بدي مع اصحابي، اوكي ماشي روح اطلع، انا كمان بدي اطلع مع صحباتي. طب والاولاد، انا شو دخلني في الاولاد، انت دير بالك عليهم. ممتاز ممتاز. فمن هون يجي جماعة الخير تيجي مشاكل تكثر، والتدمير الاسري ببلش، ولما بتنتملها على كم من صاحبة هامل مطلقة، مع احترامي للمطلقات، لكن مش عارف في ناس بحبوا هيك بغاروا من الأشياء السيئة يعني، أو إنه إذا هي مرت بتجربة سيئة بتحب تمرر صاحبتها بالتجربة السيئة يعني، فبتزيد المشاكل، وفي كثير عائلات تدمرت من تحت راس قصص أصحاب السوء. على كل حال خلص أنا صرت أخبص، صرنا طولنا عليكم جماعة الخير. هسا خلينا نشوف الرسائل سنة شوي، أنا ما كنت شايف رسائل على فكرة. يسعد صباحك 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 كلهم بصبحوا، يسعد صباحكم جميعا. حضرتك صورة مشرفة للمهاجرين العرب، شكرا صديقي عصام، تحية لك أخي من المغرب، وتحياتي صديقي إلى كل أهل المغرب. إيش هو الراتب السنوي اللي بيخلي زوجتي ما تشتغل؟ إيش هو الراتب السنوي اللي يخلي زوجتي ما تشتغل؟ يعني ما هذا السؤال يا أحمد؟ كيف يعني الراتب السنوي؟ يعني اسمع أنا عشان أعطيك إياها من الآخر هيك، أنا زلم ممرض، إذا راتبي ما بين 100 و 150 ألف دولار، نفس الإشي مرتي لو بدها تشتغل راح تطلع راتب نفسه 100 ل 150 ألف دولار، يعني قاعد بتحكي إحنا اثنين لو اشتغلنا راح نطلع لنا حوالي 300 ألف دولار في السنة، فهل تعتقد إنه هذول مصاري يعني كثار ولا شوي ولا قلال يعني؟ 300 ألف دولار يعني مش قلال صح؟ بس بنفس الوقت يعني إذا بدي أشغلها بدنا نطقع للأولاد وندمرهم ونحطمهم ويهملوا الأولاد صح؟ عشان في الأخير نلمنا خمس ست سنين، نلمنا مليونين ثلاثة، وبعدين نصرفهن على إصلاح ما تم تخريبه. شخصية محترمة جميلة والله تعلمنا منك، شكرا صديقي رامي. هاي اسمها المؤمنة العكروت. والله حبيبنا يا وليد حبيبنا، الإجازة شكلها خلصت ما شفت لي الصورة، بس أبغاك تعدلها لي بالله عليك. ماشي حبيبي رأي. والله أنتوا جماعة الخير، جماعة المستعجلين هذول أنا مش فاهم. شوف جماعة الخير، والله التسجيل للقرعة ينتهي في 22/11 كويس. أنا بالنسبة إلي اللي بعت لي وبدياني أسجله راح أسجله، بس لا ظلك تزن فوق راسي ماشي، بتضلك تزين فوق راس، ممكن يعني تعمل لي الموضوع as a reminder يعني تذكرني انه اخياد لا تنسى انه بدك تسجل لي، ما عندي مشكلة
ماشي، بس انه واحد بيحكي لي التسجيل قرب يخلص، يا زلمه هو لسه لحق يبدا، يا زلمه اقسم بالله بلش ب 18 19 20 21، يعني صار له 4 ايام التسجيل. فصبرا صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه يا جماعه الخير. فمش انه انا مطنشكم، بس انا هسه مداوم اليوم اخر يوم، بعديها معطل احد 2 3، فالاحد 2 3 ان شاء الله بقدم للناس اللي بعتوا لي عشان ما نخذل احد. اوكي يلا تحياتي يا شباب، ونراكم ان شاء الله على خير غدا صباحا الاحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.